أفضل الأنبياء جميعاً نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذا أمر معلوم ومجمع عليه. ثم يليه في الفضل خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك لما ورد في صحيح مسلم من أن خير البرية إبراهيم عليه السلام. ثم يلي إبراهيم في الفضل بقية أولي العزم من الرسل، أعني نوحاً وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء عليهم السلام ليسوا في درجة واحدة من الفضل، بل يتفاضلون، وكذلك يقال في شأن الرسل أنهم يتفاضلون، وقد جاء هذا صريحاً في الكتاب العزيز. ففي الرسل قال الله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفي الأنبياء قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذا تقرر هذا فأفضل الأنبياء جميعاً نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذا أمر معلوم ومجمع عليه. ثم يليه في الفضل خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك لما ورد في صحيح مسلم من أن خير البرية إبراهيم عليه السلام. ثم يلي إبراهيم في الفضل بقية أولي العزم من الرسل، أعني نوحاً وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ثم يليهم بقية الرسل، ثم يليهم الأنبياء عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال ابن كثير رحمه الله: لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم أفضلهم. انتهى كلامه باختصار.